حرب الأرنب الآلي. هذا ليس صحيحاً يا رومبا. ضع هذا الجزء هنا وهذا الجزء هناك. سأساعدك يا رومبا. لماذا تريد صنع رجل آلي؟ الآليون رائعون يا روزي، إنهم يفعلون كل ما تريدين. يستطيعون أن يعدوا طعامي المفضل وأن يرتبوا ألعابي أيضاً. وهل يرتبون الأعشاش أيضاً؟ يستطيعون فعل أي شيء. يوهو، هل أنتم هنا؟ مرحباً جميعاً، أتودون الخروج لنلعب؟ آسف يا لين، نحن نصنع رجلاً آلياً. رجل آلي؟ نعم. لو كان عندي رجل آلي حقيقي أو ربما أفضل. أود أن أصنع أرنباً آلياً. هذا سهل جداً. لا عليك يا رومبا، أنا سأصنع لك أفضل أرنب آلي. سأساعدك، أنا ماهرة للغاية. هيا يا كرز لنبدأ العمل. ترى كيف يتحرك الآليون؟ هكذا. انظر يا بينون، لنستعمل جهاز التحكم القديم للتحرك. ولعبتي القديمة نجعلها وجه الآلي. يبدو الأمر مسلياً. ماذا تفعلين؟ أحاول تجميله. لا خطأ، أنت تتلفينه. ستلتصق عليه هذه الأشياء ولن يعمل. بل سيعمل. ما رأيك يا بينون؟ لا أعرف فعلاً. كل منكما عنده أفكار جيدة. أنا متشوق لرؤية أرنبي الآلي يا روزي. كفى، أنت تفسدينه. اسمع، أنا أحاول تحسينه. إنه أرنبي الآلي. أسرع يا رومبا، هيا لنرى ما يجري. اتركي. كفى، ماذا تفعلين؟ روزي، رومبا، سعيد أنكما هنا. نريد أن تقول من أفكاره هي الأفضل. نعم، لأن بينون متردد. أعجبني هذا الجزء، وهذا يبدو رائعاً أيضاً. سيكون هذا أفضل أرنب آلي. ولكن أفكار من هي الأفضل؟ كل الأفكار. أنا أتشوق لأن أراه جاهزاً. ولكن لين تفسده. كرز يجعله يبدو بشعاً. غير صحيح، سأريكم من هو الأفضل. سأصنع أرنباً آلياً خاصاً بي. وأنا أيضاً. بينون، تعال وساعدني. تعال وساعدني يا بينون. يا ويلي، لن يكون هذا مسلياً. لا عليك، أنا أعرف ما يجب عمله. ممتاز، حسناً يا بلبلة، يمكنك أن تنظري. ما رأيك؟ إنه بشع جداً. هل يمكن أن تجعله أجمل؟ أعرف ماذا ينقصك، سأعود حالاً. بينون. مرحباً يا كرز، كيف تجري الأمور؟ قالت بلبلة إن علي أن أجعله أجمل، وأنا لا أعرف كيف. هل تساعدني؟ أنا لا أستطيع. لماذا؟ لو ساعدتك لن أكون منصفاً تجاه لين. لا أستطيع أن أساعد أياً منكما. آسف يا كرز. انظر إلى هذه الريشات. الآن سيصبح أرنبك الآلي جميلاً مثلي. شكراً يا بلبلة. هل ستعجب رومبا؟ طبعاً، هناك أشياء كثيرة تعجبك. أرجوحته، الطعام، وطبعاً روزي. لو أضفتها لأرنبك الآلي فسيكون هو الأفضل بالتأكيد. كما ترين يا بلبلة، ربما لم تكن أفكار لين سخيفة. ليس المفروض أن يفعل هذا. كرز أبرع في جعل الأشياء تتحرك. هل تستطيع المساعدة يا بينون؟ آسف يا لين.
المشكلة؟ أرنبي الآلي يقع باستمرار. أها! يشبه هذا بناء الأعشاش. حقاً؟ نعم، ليس هناك أسوأ من عش مهتز. ما يجب عمله هو اختيار أفضل أغصان ليتماسك الجزء الخارجي. شكراً يا بلبلة. ربما إن بدلت هذه الأجزاء أيضاً هكذا. ربما أفكار كارز لم تكن سيئة تماماً. أوه روزي، سيكون لكل منا أرنب آلي ليلعب به. طبعاً ما كان نجح أي منها لولا مساعدتي. صحيح يا بلبلة. أوه نعم. كم هذا أمر مشوق. الجميع جاهزون؟ 3، 2، 1. الآن. أنتم لم تروا شيئا بعد، انظروا الآن. ما كان يجب أن يحدث هذا؟ طبعاً أنا لم أساعد في هذا الجزء. رائع، أعجبني. انتظروا جميعاً لتروا أرنبي الآلي. انظروا إلى الأمام. هيا انطلق. لا، تذهب في الطريق الخطأ. توقف. سأساعدك. هيا يا أرنبي، أنقذ الوضع. يدغدغني. ربما كان يجب أن أساعد كارز ولين. كسر أرنبي الآلي. وأنا أيضاً، لم تعد لنا أرانب آلية. أوه لا، إنها أفضل أرانب آلية كنت أحصل عليها. أنا آسفة. وأنا أيضاً. كان يجب أن نتفاهم معاً ونصنع أرنباً آلياً معاً. آسفة يا كارز. آسف يا لين. أوه هونا عليكما. هاي، هل تذكران حركاتي كرجل آلي؟ لقد أوحيت لي بفكرة يا بينون. سأصنع رجلاً آلياً يفعل ما يطلب منه ولا ينكسر. هاي، لا تتلصصوا. هذه مهمة سرية جداً. عملية الأرنب الآلي الخارق. حسناً جميعاً، انظروا الآن إلى الأرنب الآلي الخارق. دورك يا روزي. تادا! إلى الأمام. والآن دوراً. على رجل واحدة. واو، هذا أفضل أرنب آلي على الإطلاق. اسمي لين الآلية، تشرفت بمعرفتك. يسار، يمين، خذي البسكويت، أحضريه إلي أرجوك. أنا أحب روزي الآلية كثيراً، لكن أنا أفضل صديقتي روزي بدلاً منها. حتى لو أنها لا تفعل ما أطلبه دائماً. روزي الآلية لا تحب الأرانب الأشقياء أبداً. هي يا روزي أرجوكي. العجلات والأجنحة.
مدهشا يا بطة، ربما تتمنيان لو تطيران مثلنا. يبدو الأمر مسليا. هيا ابتعدي. ما المشكلة يا لين؟ لا شيء يا روزي، أنا سأذهب لأرى ماذا يفعل فكري. إلى اللقاء. لين، مزلاجك سألحق بها. فكرة جيدة. روزي انظري إلي. بلبلة، هل أنت بخير؟ لقد سقطت. سقطت؟ أنا لم أسقط، إنها فقط الريح أزاحتني عن طريقي. ليس هناك ريح اليوم. حاولي بهدوء يا بلبلة. لا حاجة لي إلى ذلك، أنا لست خائفة. هل أنت بخير؟ ترى، هل فعلت ذلك عن قصد؟ كانت حركة مثيرة يا بلبلة. لا عليك يا بلبلة، كلنا نخطئ أحيانا، الأفضل الانطلاق مباشرة إلى الفضاء. إلى الفضاء؟ يسرني ذلك يا بطة، لكن أظن أنني تدربت كثيرا اليوم. في الواقع لقد تعبت من الطيران، أنا سوف أعود لأستريح قليلا في العش. مزلاج واحد فقط يا لين. أردت أن أضع الآخر لكن حدث شيء ما. توقفي. أنت تظن أنني أمزح، كان شيئا كالخنفساء ولكن. آسف يا لين، لست أسخر منك، أنا هناك شيء يدغدغني. أحضرت لك المزلاج يا لين. لماذا تهرب باستمرار؟ لا أعلم يا بلوطات، أتعرفن ما حكاية لين؟ لين أعلم. أتريدين أن أوصلك يا بلبلة؟ شكراً يا روزي، طريق البيت طويلة، انطرت تصلين أسرع يا بلبلة. لا شكراً، التنقل على الأرض أكثر تسلية. أنا أستطيع أن أرى كل الأشياء من هنا، والعجلات أيضاً رائعة. أهلاً روزي، أتسابقينني؟ بلبلة متضايقة قليلاً، سأوصلها إلى البيت، وعلي أن أسير على مهل. أوه. على مهل؟ بالطبع لا، نتسابق إلى بيتك. هو رائع. هيا يا روزي. هذا أمر مدهش، العجلات هي الأفضل. ولكن يا بلبلة، ماذا عن الطيران؟ الطيران؟ لا طيران والعجلة في دوران. لن تطلبي من روزي أن توصلك دائماً، أنت في مكان رومبا. أنت على حق روزي، أنا بحاجة إلى عجلاتي الخاصة. لا عليك يا بلبلة، هذا مسلم. أوه، لكن مكان بلبلة هو الفضاء. لا تقلقي يا روزي، بلبلة ستكتشف ذلك بنفسها قريباً. ستصبح لي عجلات خاصة. تادا. واو، ما هذا؟ مزلاج طيور، اركبي سأريكي. تضعين جناحيك هنا وترفرفين لتحريك العجلات. ما رأيك يا بلبلة؟ بلبلة؟ أنا أول طائر على عجلات. بوم 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 بوم. مرحبا يا لين، أضعت مزلاجا؟ لم أضع، أنا لم أضع. لماذا؟ أنا ستظن أنني سخيفة. لا أبداً، كنت سأضعه في قدمي، لكن خنفساء غريبة وقعت منه فلثت بالفرار. هل أخافتك؟ أرأيت؟ أنت ترى أنني سخيفة. ليس سخيفاً أن تعترفي أنك خفت، ولكن تعرفين أن الخنفساء لا تؤذيك، في الواقع هي مفيدة، فهي تنقي الأوراق وتنظفها كما نفعل نحن. صحيح؟ أليس هذا رائعاً؟ مزلاج طيور، لماذا لا تطيرين؟ أطير؟ أنت تمزحين. لماذا أطير وأنا عندي عجلات؟ لن أتوقف، سأسابق كرز وروزي في الحديقة.
وجدتك. مزلاجي، شكرا يا رومبا. بحاجة إلى مساعدة؟ أنا بخير، إنها سخافة مني أن أخاف من خنفساء. لا داعي لهذا الشعور، اغسلي يديك لنتناول شرابا منعشا بعد أن نرتب كل شيء. الخنفساء في المغطس. لا بأس يا لين، دعيها لي. انتبهي يا بلبلة. في الفضاء لا توجد حجارة ولا يمكنك فعل هذا في الفضاء. ألم تشتاقي إلى أي شيء في الطيران؟ ولا أي شيء، ولا حتى أن تلعبي معي؟ ما زال بإمكاننا أن نلعب معا إذا صار لك مزلاج كهذا. لا بأس يا صغيرة، أرأيت؟ هي لا تريد أن تخيفك، إنها فقط عالقة في المغطس. انظر يا بينون، لا تستطيع الخروج. النجدة، إنها خائفة منك أكثر مما كنت خائفة منها. لا تخافي يا خنفساء، علينا أن نخرجها. عندي الحل المناسب، سلمي الخاص بالخنافس جاهز. أنقذناها، لم تعد خائفة، وأنا لست خائفة منها. مزلاج الطيور هذا أتعبني، حان وقت الاستراحة في العش، كيف سأصعد إليه؟ تطيرين طبعا. لا أستطيع، ماذا لو سقطت؟ أعني أنا لا يمكنني ذلك، أنا طائر عجلات الآن. ما المشكلة يا بلبلة؟ لماذا لا تذهب إلى عشها؟ عليها أن تطير لتذهب إلى هناك، أظن أنها تخاف أن تطير بعد أن سقطت. لكن أنا لم أسقط. روزي، انظري ماذا وجدت؟ كنت خائفة منها، لكن بينون قال إنها تخافني، احتاجت المساعدة، وأنا الآن لم أعد خائفة منها. أنت على حق، نحتاج إلى مساعدة شخص آخر عندما نخاف. قرص، سنحتاج إلى بعض التعديلات في مزلاج الطيور. فعلت ما طلبت مني يا روزي. وجدنا لك مكاناً لقضاء ليلتك. رائع! أين هو؟ اتبعيني يا بلبلة. أجيد ذلك. أهلا برجوعك إلينا يا بلبلة. ما أروع هذا المكان، لا أصدق أنني تركت الفضاء من أجل تلك العجلات. يبدو أن كرز يفتقد شريكته في السباق. من يشارك في السباق؟ لا بأس يا رومبا، قد تفوز في المرة القادمة. أوه، فزت بفرق بسيط. لو كنت أنا طائراً وأنت طائراً لطرت أسرع منك بالتأكيد. وكيف تعرف؟ أعرف أنني سأكون طائراً بارعاً. ليلة سعيدة يا روزي. ربما ترفرف بأذنيك وبذراعيك أيضاً. عندها سأكون حقاً سريعاً جداً. أنا رومبا الأرنب الطائر. ووش. لين والدببة الأربعة. هيا أرجوكي أرجوكي يا روزي. اهدأ يا رومبا، ألا تراني مشغولة؟ أرجوكي يا روزي، سأبهر الجميع أرجوكي. حاضر، سأعطيك دور أحد الدببة. نعم، سأكون نجمة المسرحية. سنرى، أين كنت؟ أي واحد،
ماذا تعني يا رومبا؟ أي دب أنا؟ أو الدبة الأم؟ ها، رائع. هيا من جديد. روزي، ماذا الآن يا رومبا؟ أظن هذا لك. شكرا. والآن دعني أنهي مسرحيتي، وإلا لن تكون دبا أو نجم. لم تسمعي لي صوتا. أوبس، آسف. انتهيت، كتبت المسرحية. شقراء والذبابة الثلاثة. واو، أحسنت يا روزي. ماذا تقول الدبة الأم؟ لنبحث عن بقية الممثلين أولاً. ممثلون غيري؟ بالطبع، هناك الدب الصغير والدب الأب و... نعم، والشقراء والذئب. لا ذئب في مسرحيتنا، لحسن حظك. ها، هل أنتم جميعاً سعداء بأدواركم؟ نعم، صحيح، دور الراوي على مقاسي تماماً يا سادة يا كرام. هذا ممتاز يا فكري. بينون، أنت الدب الأب. حلمت دوماً بتمثيل دور الدب. كرز، ستكون الدب الصغير. أوه، هل هو صغير جداً؟ نعم. ولين، أنت شقراء. أحب أن أكون شقراء اللطيفة يا روزي. انسي هذا، شقراء ليست لطيفة، إنها فوضوية. لا أريد أن أكون فوضوية. وحبات البلوط، ستكونون الجمهور. العبي بعيداً الآن كي نتدرب على العرض. لماذا تفعل هذا دائماً؟ والآن يا فكري، هيا نبدأ التدريب. كان يا مكان، كانت هناك فتاة اسمها شقراء. أحب هذه القصة وأحب هذه المسرحية. ما هو دوري؟ لم يبقى لك دور يا بلبلة. كيف؟ أنا ولدت لأكون ممثلة. تحت هذا الريش تكمن نشمة كبيرة. انتظري يا بلبلة، يمكن أن تقومي بشيء آخر، صحيح يا روزي؟ ماذا؟ بالطبع، يمكنك أن تقومي بالمؤثرات الصوتية. مؤثرات صوتية؟ ما هي؟ مثل طرقات الباب، رفرفة العصفور. لا. لا باب ولا عصفور، أنا ممثلة محترفة، أتفهمون؟ ماذا لو أصبحت مديرة المسرح؟ بمعنى؟ بمعنى أنك المسؤولة. ولدت لأكون مسؤولة أيضاً. جيد، إذن دربي الممثلين وأنا سأذهب لإحضار الملابس المناسبة للعرض. تمام، ها هي ثلاثة صحون وثلاث ملاعق وبقية الكراسي. أتمنى أن ترضى بلبلة، كانت تبدو حزينة. هيا يلي. أوه، يا له من منزل جميل. أنا متعبة جداً و... لين لين لين، ارفعي صوتك أكثر. آسفة يا بلبلة. اسمعي وركزي. أوه، يا له من منزل جميل. أرأيتي؟ أصرخي من داخلك. حسناً. أوه، يا له من منزل جميل. لا، ذاك ليس الدب الصغير، هذا هو الدب الصغير. غوغي غوغي غو، من ينام في سريري؟ واضح؟ والآن افعل مثلي. غوغي غو، ترى من الذي ينام في سريري؟ واه واه، يا
رومبا افهم، الدبة الأم تضع أحمر شفاه لأنها سيدة. لن أضع هذا أبدا. وأنا أيضا لن أصرخ، وأنا لن أبكي كالأطفال ثانية. بل ستفعلون ما طلبت لأنني أنا المسؤولة. لكن نحن نلعب يا بلبلة. بينون على حق. إذن أنا أنسحب من اللعبة. مرحبا جميعا، كيف حال التدريبات؟ بصراحة ليست جيدة. أين بلبلة؟ رحلت. لم تتوقف عن إصدار الأوامر، جعلتني أبكي كطفل رضيع. أو يا خبر. اسمعوا، أيمكنكم تجهيز المسرح للعرض؟ علي التحدث مع بلبلة. بلبلة، ها أنت، لماذا تبكين؟ لا أحد يحبني. هذا ليس صحيحا، هم لا يحبون أن تصرخي فيهم. أنا آسفة، كنت فقط أحاول أن أشارك في المسرح. كممثلة. بل أنا الآسفة، لم أكتب أدوارا كافية للجميع، إنها غلطتي. بل غلطة شكراء. لماذا دخلت منزل عائلة صغيرة؟ ثلاثة دبابات لا تكفي. لقد أصبت يا بلبلة، ثلاثة فقط لا تكفي. إلى أين تذهبين يا روزي؟ ستعرفين. قابليني عند التالة. مسرحية، متى تبدأ؟ قم بي، سنضحك نضحك. أريد حلوى. أيها الجمهور، نرحب بكم، سيبدأ العرض قريبا جدا. أين روزي؟ طلبت مني أن آتي إلى هنا. سأبحث عن روزي حالا. روزي. ترى. ما هذا يا روزي؟ قررت أن نمثل مسرحية مختلفة يا رومبا، مسرحية لين والدببة الأربعة. تعال. أربعة دببة. وقال الدب الأب: من الذي كان نائما في سريري؟ كذلك قالت الدبة الأم: من كان نائما في سريري؟ وقال الدب الصغير: جوجو، ترى من كان نائما في سريري؟ أوه نعم. وقالت الدبة الجدة: من كان نائما في سريري؟ أنا، إنه أنا. نعم، اسمها الفارس رومبا والتنين. أوه، وما قصتها؟ واو، القصة عن الفارس الشجاع والوسيم رومبا الذي ينقذ الأميرة من التنين المخيف العنيف الشرير ويطير بها إلى قصره الجميل. واو يا رومبا، تبدو رائعة جداً. أتخيل أنني أميرة بشعر طويل ناعم وشامة فوق خدي. النجدة، النجدة، أصرخ فتأتي أنت فوق حصانك السريع وتنقذني. هذا رائع، سأكون رائعة في دور الأميرة. أوه أنا آسف، جعلت لك دور التنين. التنين؟ بل التنينة يا رومبا. أنا التنينة روزي. ما أحلى الصباح، ما أحلى المساء، أوقاتي هنا أوقات هناء. في البيت والحديقة روزي دوما رقيقة، أحلامنا أن نبقى، أن نبقى أصدقاء. أصدقاء.
النجوم. هل ستأتي للنوم يا رومبا؟ قضيت وقتا طويلا تنظر من التلسكوب. أنا أتأمل كل النجوم. انظري، يمكنك رؤيتها. رائع، انظري إلى هذا. ماذا هناك يا رومبا؟ نجم ساقط. رائع، كان هذا مذهلا. تظنين الآخرين رأوها؟ سنكتشف هذا في الصباح. كانت عشرة على الأقل. وشديدة اللمعان. وساحرة للغاية. مرحبا روزي، مرحبا رومبا. هل رأيتما النجوم الساقطة؟ نعم، كانت جميلة، أليس كذلك؟ كنت نائمة لذا لم أرها. يمكنك أن تراها في كتابي هذا. شكرا يا رومبا، ربما تعود مجددا الليلة. ترى أين تذهب النجوم الساقطة؟ أين؟ حسنا، إنها إنها هل تعرف يا فكري؟ حسناً، النجوم الساقطة تبتعد لتتلاشى في الفضاء أحياناً، وأحياناً تسقط على الأرض. هل تعني أن النجوم ربما تكون سقطت هنا؟ أعتقد هذا. يا كرز، أيمكنني أن ألعب بكرتك؟ بكرتي بالتأكيد. احترس يا ونس. أنا بخير، أنا بخير. ربما تحتاج إلى بعض الدروس في فنون ومهارات كرة القدم. إذن أين لين؟ كانت هنا منذ دقيقة. أتمنى ألا تكون حزينة لعدم رؤيتها للنجوم الساقطة. كانت الوحيدة بيننا التي لم ترها. هيا نسهر جميعا ونبحث عن النجوم الساقطة الليلة. نعم، فكرة رائعة. رائع. ها قد وجدناك يا لين. اسمعي، لا تنظري إلى ما نفعله هنا. نحن نخطط لمفاجأة من أجلك. وأنا أعد مفاجأة لكم أيضا. أراكم لاحقا. سأذهب للبحث عن النجوم التي سقطت من السماء ليلة أمس. حقا؟ كرز، ماذا عن تمريني على الكرة؟ أجل. لحظة. أظن أن ريشي زلق جدا. بالتمرين سوف تتعلم كيف تلتقط الكرة. ذات يوم يا ونيس. مكتوب في الكتاب أن ما نراه في السماء ليست نجوما حقيقية موجودة. إنها مجرد أشعة شمس. أوراق شجر. لا بأس أيتها النجوم الصغيرة، سأعتني بكم. مصباح جاهز. فرشاة أسنان جاهزة. لين. لا روزي، رومبا، انظرا ماذا وجدت. ما هذا يا لين؟ نجوم، لقد وجدتها في الحديقة. إنها النجوم الساقطة التي شاهدتموها تسقط من السماء أمس. أواثقة أنها نجوم متساقطة؟ نعم، فكري قال إنها تتساقط أحيانا على الأرض، لكنني قلقة لأن ضوءها يخفت. أين يجب أن أحتفظ بها في رأيكم؟ النجوم توجد في السماء. إذن فلنعيدها إلى السماء. نعيدها إلى السماء؟ وكيف يمكن أن نفعل هذا؟ مستعدة لأول نجمة؟ وادفع. سألقيها. التقاط جيد يا كرز. واو، ما هذه؟ لا
آلين عثرت على النجوم الساقطة التي رأيناها. نرميها إلى أعلى لتعود إلى السماء. لابد أن تجدوا شيئاً أقوى من مجرد أرجوحة. هل يريد أحدكم اللعب؟ تادا! إليكم جهاز إطلاق النجوم. هيا بنا إلى ساحة اللعب حتى نجربه. استعدتوا؟ والآن 5 4 3 2 1 انطلقوا انطلقوا. إنها ترتفع في السماء. انطلقوا. لم ترتفع بما يكفي. نجومي. ما هذا الصوت؟ نتعرض للهجوم. هذا يدغدغني. نجومي، هل ما زالت بخير؟ تبدو في حالة جيدة. نجوم، لكن الليل لم يحل بعد. إنها النجوم الساقطة التي رأيناها ليلة أمس. لين وجدتها، وكنا نحاول أن نعيدها إلى السماء ثانية. أظن أنها تتلألأ مثل النجوم. لماذا تقول مثل النجوم يا فكري؟ أليست نجوم؟ إنها ليست نجوماً، لكنها شيء مميز مثلها. هذه تسمى شرانق. ماذا؟ هذه شرانق؟ أتعني أنها البيوت التي تصنعها اليرقات؟ قبل أن تتحول إلى فراشات؟ وليس فقط إلى فراشات، فاليرقات يمكن أن تتحول إلى كل أنواع الحشرات الطائرة. رائع! ومتى تفقس؟ لا أعرف، ولكن إلى أن تفقس ربما علينا أن نعيدها إلى أغصاني. تراجعوا! أنا الشخص المناسب لهذه المهمة. إذن هي ليست نجوماً حقيقية بالفعل؟ أينبغي أن نخبر لين بمفاجأة النجوم؟ شكراً لكم جميعاً، هذه مفاجأة رائعة. أتظنين أنه سيكون هناك المزيد من النجوم الساقطة؟ أتمنى هذا يا رومبا. لابد أن أرى النجوم هذه المرة. يا ونيس، هل تريد أن تلعب؟ لا، أشكرك يا كرز، لا أظن أن بمقدوري الالتقاط. انظروا، هذه الشرانق تفقس. ترى ما هذه؟ حشرات مزغبة. رائع. لماذا تحلق كثيرا في المكان؟ كي يتعلموا كيفية الطيران. احترسي. لا بأس، لا تقلقوا، سأمسك بها. أمسكت بها. هل رأيتم هذا؟ يمكنني الالتقاط. أنت بارع في هذا يا وليس، أحييك على هذا الالتقاط. إنها أكثر روعة من النجوم المتساقطة. شكرا لكم جميعا. يلين. روزي، ما الأمر يا رومبا؟ لو ستصيرين نجمة، أي نوع من النجوم ستختارين؟ أختار أن أبقى نجمة في السماء تتلألأ. ألا تظني أنك ستملين؟ أعتقد أنني سأكون نجماً متساقط، أو ربما سأكون نجماً متقافز. نجم متقافز؟ ألا يوجد هذا؟ سأكون نجماً متقافزاً جيد. انظري، بوينغ بوينغ بوينغ. ربما يمكنك أن تكون نجماً نائماً يا رومبا. أعتقد أنك محقة. بوينغ. Ha 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 ha
الحشرات الخفيفة. أوه مسكين يا رومبا، اشرب هذا لتشفى. أوه عندي زكام شديد. شكراً. أوه أعطيني منديلاً من فضلك. أنت مسكين، لن تتمكن من الذهاب إلى حفلة الحشرات الخفيفة الليلة. الليلة؟ حفلة الحشرات الخفيفة الليلة؟ أوه غير معقول. نعم إنها الليلة، أمر مؤسف، صحتك لن تسمح لك بالذهاب. لا لكن سأتحسن روزي. سأتحسن فعلا صدقيني. خفيفة خفيفة خفيفة، حشرة حشرة حشرة، حفلة خفيفة حشرة خفيفة، حفلة حشرات خفيفة. حبات البلوط متحمسة مثلي يا فكري. نعم هي متحمسة، الفرق الوحيد هو أنها لا تعرف ما هي حفلة الحشرات الخفيفة، فهذه أول مرة لها. هيا هيا اهدأنا، أنا سوف أخبركن عن حفلة الحشرات الخفيفة. هذه الليلة في اللحظة التي تغيب فيها الشمس فوق الملعب، تخرج الحشرات الخفيفة طائرة من مغاراتها وتلمع كلها في الظلام عندما تطير في الفضاء راسمة أشكالها الجميلة. ونحن نتزين ونرقص أيضاً، وبعد ذلك نقدم لها وليمة من البراعم التي تحبها. من سيساعدني في جمعها؟ أنا. أرأيت؟ أنا بخير، قلت لك ذلك. رومبا عد إلى السرير أرجوك، أنت مريض ولا يمكنك النهوض. أنا بخير، انظري سأريك. رومبا انظري و أتشو. أو ترى من أتى الآن. أهلا يا لين. أهلا يا روزي، أحمل إليك رسالة، إنها من أرزة. شو؟ أوه أهلا يا رومبا. أرزة تقول الألوان الجميلة سوف تلمع، ولكن لن يراها الجميع تقريبا. حسنا لا بأس، علي أن أذهب الآن بنفسي لأرى ما الأمر. نعم أظن أن للأمر علاقة بالحفلة. أنا متشوقة، وأنت يا رومبا؟ رومبا مريض للغاية اليوم. مسكين يا رومبا، سأبقى معه إن أردت. شكرا يا لين، حاولي أن تعيديه إلى السرير. أتشو. إلى اللقاء، سأذهب الآن إلى أرزة، سأعود بعد قليل. لين، ليس علي أن أعود إلى السرير، إنه مجرد زكام. اسمعي، لما لا نتمشى قليلاً؟ لكن روزي قالت. أعرف لكنني بخير. ستتأكدين خلال النزهة. حسناً، ربما. هيا بنا. إلى أين؟ لنساعد بينون في جمع البراعم للحشرات الخفيفة. لقد رأيت أشياء كثيرة مدهشة إلا حفلة الحشرات الخفيفة، وأخشى ألا أراها أبداً. ولكن لماذا يا أرزة؟ لأنها تطير على علو منخفض، ومن هنا يصعب رؤيتها. أنا حزينة جداً. لابد أن نجد طريقة لرؤية الحفلة. سوف أفكر في حل يا أرزة، أنا أعدك. رومبا مريض للغاية. أبعديه من هنا، أبعديه من هنا. فلتهدأي إذن يا بلبلة. قد نصاب مثله بما هو مصاب به.
فلن نذهب إلى حفلة الحشرات الخفيفة. إنه فقط زكام. فقط؟ الزكام لا يقال عنه فقط. هيا هيا أيتها الأوراق السخيفة. هل أنت بخير؟ لا بأس يا رومبا. ماذا تفعل خارج السرير؟ آسفة يا روزي، لم... ليست غلطتك يا لين، أنا أردت التنزه، لكن ربما علي فعلاً أن أعود إلى السرير. نعم، هذا أفضل حل. هيا. لا أمل لي في الذهاب إلى حفلة الحشرات الخفيفة يا روزي. لا أظن ذلك يا رومبا، لكنني سأبقى هنا معك. لا لا، اذهبي أنت يا روزي. لا لا بأس، غيرنا أيضا ستفوته الحفلة. أرزى لن تستطيع أن ترى حفلة الحشرات الخفيفة من مكانها. صحيح، أتمنى لو أن الحشرات الخفيفة لا تطير فقط حول الملعب، أعني لو أنها تطير في الحديقة فقد أراها أنا وأرزى بسهولة. يا رومبا، أنت فعلا على حق، علي الوصول إلى الملعب قبل فوات الأوان. ابقى هنا واسترح، سأعود سريعا أعدك. أتشو. لن أرى حفلة الحشرات الخفيفة أبدا، ولكن أرجو أن يفرح بها كل من يراها. خفيفة خفيفة خفيفة، حشرة حشرة حشرة، حشرة خفيفة حشرة خفيفة، حفلة الحشرات الخفيفة. أين هي؟ هيا. بعد لحظات قليلة. إشارة يا بلبلة، مفهوم؟ الآن يا بلبلة، الآن. هيا جميعا اتبعوني. روزي روزي، هل هذه الحشرات الخفيفة؟ تعال وانظر، إنها مدهشة. أوه واو. شو؟ هيا بنا. شكرا يا روزي، أنت مدهشة. حسنا يا بلبلة، المحطة التالية. لقد نجحت خطتك يا روزي، الحشرات الخفيفة لا يمكنها الابتعاد عن البراعم اللزجة بالفعل. رأيت أمورا مدهشة كثيرة، والآن بفضلكم جميعا رأيت أمرا جديدا. لكن لماذا علي البقاء في الفراش يا رومبا؟ لست مريضة كما كنت أنت. ليس لأنك مريضة، إنها هدية لك لاهتمامك بي. لم أكن مريضا لطيفا، أليس كذلك؟ لا. أوه، هذه أزهار جميلة وعصير ولبن وقطعة حلوى. شكرا يا رومبا. ماذا؟ هناك شيء آخر قد يجعل هديتك فعلاً مميزة. هل تحضر لي بعض البرتقال الأزرق من فضلك؟ ها؟ برتقال أزرق؟ أنا غلبتك. أرأيت؟ أنا أيضاً لست مريضة لطيفة يا رومبا.
بينون. رومبا، أخبرني هل تحركت؟ أوه، أنا جالس من 1000 سنة، هل ألقي نظرة؟ ليس قبل إنهاء الرسم. لا تتحرك. من هذا يا ترى؟ لا تغش يا رومبا. أو أهلا يا بينون. أهلا روزي. ها هو. من هو يا بينون؟ أين ذهب الآن؟ كمون. كمون هو ابن أختي، سيمضي يومه معي. ألا يبدو لطيفا؟ بلى. مرحبا يا كم. مون. أحمر. عيب أن تفعل هذا. جوحة. حسنا، هيا بنا، هيا هيا. واو، إنه نشيط جدا. واضح أني سأرسم لك رسما جديدا. خالي. عصفورة. اسمي بلبلة، وأنت من تكون؟ إنه ابن أختي كمون، إنه لطيف للغاية. وأنت متأخر جدا. تذكرت. أنت وعدتني أن نتنزه ونجمع العيدان. آسف، نسيت، أنا كنت مشغولا مع كمون. نسيت؟ الصديق لا ينسى صديقه. عصفورة. بلبلة. حسناً، إذا وجد بينون رفيقاً جديداً فسأقلده. سأجد لي رفيقاً. رفيقاً سحرياً. هل لي أن أعترض؟ لا، اعتراضك مرفوض، والحركة أيضاً. أنت ابتعدي عني. وهذان هما صديقاي العزيزان، روزي ورومبا. عذرا. فلفلة تحييكما. فلفلة، لكن لا أحد هنا. وما أدراك، إنها صديقتي العجيبة، لا أحد يراها غيري. أهذا حقاً؟ طبعاً، لا يمكنك رؤيتها، إنها خفية. صحيح. أهلاً يا فلفلة. أهلاً بك يا فلفلة. تعالي يا فلفلة لنتركهما، هيا سأريك الملعب. ما رأيك في غفوة قصيرة؟ ألست متعبا يا صغيري؟ عصفورة. أنا آسف لأنني نسيتك يا بلبلة. لا يهم، أنا أصلا مشغولة مع صديقتي الجديدة. دعني أعرفك بفلفلة. إنها سحرية وخفية، ولا تنس، بعكس الآخرين. عصفورة. لست عصفورة. لا تحزن يا كمون، لكن بلبلة لا تريد اللعب معنا. بيب 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 بيب.
سأطلب لك الإذن كي تركب فيها. من هذا الصغير؟ هو ابن أختي كمون. هل يمكنه ركوب السيارة معكما؟ بالطبع نعم، تفضل يا كمون. شكرا، الآن سأرتاح. تفضل. هذا رائع. إنه لطيف. إنه ورطة. يلا نام يلا نام، أحضر له طير الحمام. يلا. وأخيرا لقد نام. عصفورة. أنت مضحكة يا فلفلة. هي يا بلبلة انظري، أتريدين دفع السيارة؟ توقف. انظر جيدا أين تمشي. كدة، أن تدهس صديقتي في الفيلا. أنا آسف، أنا لم أرها. أنت لم تعد تنتبه لشيء. تعال يا فلفلة، لنذهب إلى تلة فكري، المكان آمن هناك. عصفورة. بلبلة. هذه ابتسامة جميلة. شكرا يا روزي. أنا كنت أحدث فكري. أوه شكرا. وأيضا ابتسامتك. لا تسألوني، لا أريد التحدث بالأمر. ما المشكلة يا بلبلة؟ قالت لا تريد التحدث. بينون نسيني بعد أن كنا نلعب ونمرح، والآن لا يتوقف عن كمون يحب، كمون يريد. أظنها غيرانة. لا تتحرك يا رومبا. لذا أردته أن يعرف كم أمرح مع صديقتي الجديدة فلفلة. نعم، ليشعر بال الغيرة. نعم، ويرجوني لألعب معه ثانية، لكنه يفضل اللعب مع ذاك الكمون. مرحبا يا روزي، أقابلت كمون؟ إنه دب لطيف للغاية. والمسكين بينون دب متعب للغاية. عصفورة عصفورة. بلبلة. حسنا، كمون يريد اللعب مع بلبلة، وبلبلة تريد اللعب مع بينون. إذن لما لا يلعب الجميع معا؟ الخال بينون يحتاج إلى مساعدة عاجلة. عصفورة. بلبلة. بلبلة. حلوة. أتظن هذا حقا؟ بينون لم يخبرني أنك لطيف هكذا. يا بلبلة. آسف لأنني نسيتك، سامحتيني؟ سامحتك. عصفورة. هل انتهيتي؟ هيا يا روزي لنرى. تادا. أين أنا يا روزي؟ هنا. بعدما تكسرت رجلي هذا أنا؟ الوقوف لا يكسر الرجلين صدقني. روزي. نعم يا رومبا. من صاحبك المفضل؟ أنت يا رومبا. إذا كنت أنا كذلك، لما رسمتيني صغيرا في اللوحة؟ لأن الأشياء الصغيرة هي الأفضل يا رومبا. كالبقلاوة والتوت والفريز والبيض والخوخ والبسكويت. إلا هذه الدبابير. ابتعدي عني. يا رومبا.
أضواء غريبة. الصباح الآن؟ ياه، نحن في المساء؟ إذن ما هذه الأضواء؟ هذا غير ممكن، هذا مستحيل. سفينة فضاء؟ رأيت لتوي سفينة فضاء. روزي، روزي، استيقظي بسرعة. ما الذي حدث يا رومبا؟ لقد كنت نائمة. رأيت لتوي سفينة فضاء هناك في السماء يا روزي. رومبا، ما الذي تتحدث عنه؟ كنت تحلم بالتأكيد، فلتعد للنوم. متأكد أنني رأيتها، أنا متأكد. صباح الخير يا رومبا. رومبا؟ تناولت الإفطار، والآن سوف أذهب لأبحث عن دليل. عن ماذا؟ عن سفينة الفضاء، أنا متأكد أنني رأيت سفينة فضاء. رومبا، ربما رأيت شيئاً ولكن ليس سفينة فضاء. روزي، سوف أثبت لك هذا. صباح الخير يا بينون. صباح الخير يا رومبا. عجيب، ما الذي حدث هنا يا ترى؟ لابد أن رياحا قوية أسقطت هذه الفروع بالأمس. حسنا، أنا لم أسمع صوت رياح، لكنني سمعت صوت سفينة فضاء، ويبدو أنها السبب في إسقاط الأفرع من على الشجرة. أوه، سفينة فضاء. مرحبا. أهلا قرز، هل ترغب في بعض الكعك؟ شكرا لين. تبدو في غاية التعب يا قرز، ماذا كنت تفعل؟ قمت بتعديلات في حوامتي طوال الليل. أوه، دعني أراها. عذراً يا لين، فلتنتظري حتى المساء، إنها مهمة في منتهى السرية، والآن سأذهب لأنام. شكراً على الكعك. إذن يا فكري، رأيت أضواءً غريبة مثلي؟ أكانت ساطعة؟ أجل، ساطعة جداً، وكأنها من سفينة فضاء. هل أنت جاد؟ أجل، أظن يا فكري أن كلينا رأى سفينة فضاء. سفينة فضاء؟ هل يمكن أن تخفضا صوتكما؟ نمت متأخرة بالأمس، قلة النوم سوف تؤثر على جمالي. عذرا بلبلة، لقد أتت من السماء. انظر إلى العجب، إنه قصير. دليل آخر. وضوء. صباح الخير يا بينون، تبدو منشغلاً. صباح الخير. تعم الفوضى حين تصطدم سفن الفضاء بالأشجار. أي سفن فضاء؟ رومبا قال إن سفينة فضاء أسقطت أغصان الشجرة هذه ليلة أمس. ربما لم تكن سفينة فضاء. إنها ريشة، ربما لهذه علاقة بالأمر. روزي، خذيني إلى الحقل بجانب منزل بينون. أرجوك. تشبث جيدا. حسنا، هناك من قص هذا العجب. هذا أمر غريب يا رومبا. هناك إجابة واحدة لهذا، وهي هبوط السفينة. هل أنت متأكد يا رومبا؟ أجل،
في الواقع أنا متأكد لدرجة أنني الليلة سوف أجلس على التل عند فكري وانتظر عودتها مجدداً. أوه، هذا مثير للغاية. صباح الخير يا روزي. صباح الخير يا سيد موردي وسيدة موردي، ماذا تفعلون؟ حسناً، لم تغمض لنا عين ليلة أمس، بعض الطيور أحدثت جلبة كبيرة جداً، كانت ترفرف هنا وتحلق هناك، لذا سننام الليلة في هذا الجذع وسنعزل صوت الضوضاء بهذا العشب. طيور مزعجة. صحيح يا صغار. إذن أنتم جززتم العشب. طيور مزعجة في الليل. أعرف أنها ستعود، متأكد من هذا. رومبا، أحياناً يكون هناك أكثر من سبب لحدوث شيء. ماذا تعنين بذلك؟ حسناً، قلت إن سفينة فضاء تسببت في قطع الأعشاب، لكن عائلة السيد موردي هي من قطعتها. نعم، وكيف تفسرين الأغصان المنكسرة في المكان الأول يا روزي؟ انظري يا رومبا، وجدت هذه عالقة في الأغصان المنكسرة، طائر ضخم ربما ارتطم بالشجرة وكسر الأغصان بالأمس. حسناً، ولكن كيف تفسرين الضوء الساطع يا روزي؟ الذي رأيته بنفسي بالأمس والذي رآه فكري أيضاً، أليس كذلك يا فكري؟ أجل، كالضوء الذي هناك، نفس الضوء الذي رأيته بالأمس. سفن فضاء. بل حشرات مزغبة يا رومبا. أعرف كيف تبدو الحشرة المزغبة، ما رأيته كان أكبر وأحدث جلبة أكبر من ذلك. ربما علينا الذهاب للنوم أيضاً. حسناً يا روزي. أتدري؟ لم أرى كرز اليوم، ولا لين، ولا بلبلة. رأيت بلبلة؟ كانت نعسانة للغاية وعصبية أيضاً. روزي، انظري. رومبا، أنا لا أصدق. إنها ما رأيكم في هذا الاختراع؟ جعلت حوامتي مضيئة. عمل عليه طوال ليلة أمس، رائع أليس كذلك؟ إنها رائعة. ولماذا الأضواء؟ شكراً يا لين. أضواء للهبوط، بلبلة وونيس وبطة يجربون الهبوط الليلي. انظروا، ها هم قادمون. مرحباً روزي. لماذا تريدون التحليق في الليل؟ ولما لا؟ البوم يفعل ذلك، وما دام البوم يستطيع نستطيع ذلك أيضاً. مرحباً يا لين. كعك. إنهم لا يستطيعوا الهبوط في الظلام، فركبت الأضواء كي يهبطوا كلهم بسلام. من أتى بهذه الشجرة؟ حسناً، ليس كلهم. لم تكن سفينة فضاء إذن، بل كانت حوامة كرز من البداية. حسناً، من سيركب؟ أنا. انظري يا روزي، أنا بسفينة فضاء. روزي. نعم يا رومبا. أترين أشكال النجوم في السماء؟ انظري، سيارة. أرأيت؟ وهناك فتاة صغيرة في السماء بشرائط شعر مضحكة. أجل، إنها أنت يا روزي. أين؟ أرني. رومبا، شرائطي ليست مضحكة. أظن أنني سأذهب لأنام. وأنا أيضا. روزي.